عباد الله، موضوع على مدينة خطبة وضباء يكسب سيبا وعي هاي نعمة وين يقلت آذو بلارا وإلهي تبارك وتعالى وقال الله أمك نعمة وين سين ودريم إنه ونعمة أمنية نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وحديث صحيحة وكل يهي وحويان قفك وابريستا يسقو مركا آمنة ومركا آمنة إهل كيسي إيو نفتي سيبا إلهي سبحانه وتعالى عافمات وسيه حيستا مال كيسا مصروف كي يوحي وقودني قفك يسقي وحكدني يهي إن الدنيا دي أعطان سيؤطان تهي لوسو ودخروبيي سببت وحويان قفكي هدي وهلا وحويان إهل كيسي يا مال كيسي يا وحي وهيي ومكا ونبك دشان يا عافمات حق جكيسا وحكم مقاني ويريان هدو بجي وحاوبال ديارتا يا نوركا مركا روايان أمنية وحمث الكون يتساله ذو النقضاء سلاه الصحراء ومركا وحويان لذكوري وبهقوياء وأمناء لكن مركا أمني أي حيستان وحويان أمني وشره يغو لباتوين كلا أي شران باهدنا قبال وحاء إني كدغيهين ضد النار قل وحويان بستان ذي سعي بحين هركي سنة آذو معايا بلاده مركا إلهي سبحانه وتعالى وكما نعيو أمنك يد جناشيها قلوبت أي دقيان وحا خبال إن رولك يصلي ونقنا يو رول بابا سموي لكن أمنك مركو جرو ضماني نضا نفت أي جرتو هدوغ يد جناشيه جرو ومضى يدي وحي دريميسا نرل في عم دريميسا سؤالي سويدين اين با وحي تاري هدبا امني بمحوك حقي قوبيا امني بمحوك حقي قوبيا لبا اهي موضو لحرو وامرك كوبادي انو قف قف ايمان قبيهي وإلهي سبحانه وتعالى هميسا وحكا الصعال له رمينتي سامرين هميسا طائيذي مركا وحي كينيسا إن أمنقي إيا إيمانك بالبلح الليائي الله سبحانه وتعالى كتابك سفرانك وحوليه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون كو إيمانك لغيها لي أنصدعك لكو بيهن وقدر إيمانك ودا ظلم أو شرك بلوجينه كوا إيغا التوحيد كي إيمانك حقيقي وحي لغيا أمني إلهي سبحانه وتعالى وقصي يضارتنا الدنيا دقابا إيا أمني أي كآمن نقضان إلهي عقاب في سأليم كأي وحقوبيا ما لين تضمي إيا غنبا مركا أهب ألا لي هاي قوة عن مصور وهبال إن أمني إيا إيمانك أيهين لبحر بسن قفكا حلقه وحكا لفهم ايوه ايوه وحقران ايوه انه لو شيسا يهداد ايسا ومركه امن ايمان اسلاه روح نبي قلنا محمد عليه الصلاة والسلام سندي سوحا قصبا انه الهي ويدي سنشري الامن والايمان امن ايوه ايمان وعلى بدا ليس لفهدين ايوه ليس لفهدين اممكا يدوالكو لقالها وقترض بضم بيكو بحيان سيدا يؤهل لهايين أمان شعورته أمنه أهل سهلا معها أفضط قفكو عبادة ذي سمها غابيسو قلب ذي سنمد بيو إلى أمنه حراه وحفبال آه إن انفرض بضم أو هريره إن أي درنك مركا هريره إن أعضت نولي أي أمني دهركم ولا ينسن دبغا لكن الله سبحانه وتعالى إنك ونوبد يقي تامعنه دماء أنا يأهين
inaynu inagu ka daaco badan nahay oynu ilaahay xaggiisa uga dhow nahay ee ay dhacayso in ilaahay subxaanahu watacaala amniga deeqaha uu bixiyo iyo nicmooyinka uu umamka siiyo mid ka mid ah oo uu ugu waaweyn inay tahay walaalayaal waynu arkaynaa runtii waxyaalaha bulshadeenna iyo xaaladdu halkay marayso waxaa loo baahan yahay in wixii la soo maray dib loo eego oo caqligu uu shaqeeyo oo qofku uu markaa aad iyo aada uga dhowrsado inuu dhig islaam daadiyo inuu qof islaama oo xasiloonaa uu fasac iyo argagax uu ku rido oo uu barakiciyo inuu qofku iska ilaaliyo waa in halisteeda iyo khatarteeda leh waxaa wanaag kuwaad lagu waayey inta badan xumaan laguma helo haddii dhibaata ay timaadana wax badan oo wanaagsanaa ayaa qarsooma inta wax la dhisaa waa muddo dheer laakiin waxa wax la duniyaa waa saacad keliya oo wax walba lagu baabinayo waxaynu leenahay walaalayaal innaga oo amniga iyo islaamku halkuu dhigay iyo ahmiyadda uu siiyey aada iyo aada ugu celcelinayna waa in aynu dib u eegno taariikhda shalay bay ahayd macaasidu waa waxyaalaha dhulka lagu rogo khilaafka quluubta ku yimaadaana uu markaa waxa weeyaan uu dhaco oo markaa sababta u noqda waa ay nabigeena muxamedi calayhi salaatu wasalaam salaada markuu tujinayo ayuu odhan jiray istawu yacni sima safafkii oo waxa weeyaan safkii oo la simi waayo waxyaalaha ka dhalanaya baa xadiiska ku sugan haddii safka la simi waayo quluubtii baa isweydaaranaysa oo jidhkii iyo safkii oo la isweydaariyo waxaa ka dhalanaya qalbigii oo isweydaarta marka amarkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo la khilaafo maxaa ka dhalanaya waxa weeyaan waxaa ka dhalanaya in quluubtu ay isweydaarato oo khilaafu ka yimaado waa hal amar oo keliya oo awaamirta rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu sunnadiisa ku bixiyey bal maxaad ka marayn haddii saacad keliya aynu ku dhacayno kumanaan mukhaalafo ama maalintii kasta aynu gelayno intaasoo mukhaalafo ah yacni ciqaabka ka imanaya inta ilaahay uu naga cafinayo ayaa ka badan waxaa ummaddu ay iskhilaafaysana wax kale maaha waa awaamirtii ilaahay iyo awaamirtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo in badan aynu weydaaranayno oo weliba in badan ilaahay subxaanahu watacaala uu inoo dhaafayo laakiin markay arrintaasi ururto ay halisteeda iyo khatarteeda yeelanayso haddii uu nabigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamay safkii oo la isweydaariyo khilaafka intaa la eegay inuu ka dhalanayo dee waxyaalo kale oo ilaahay awaamirtiisa iyo faraa'idii iyo waajibaadkii ka degistooda iyo munkaraadka ku dhicistooda waxa cuquuba ee ka dhalanaya khilaafii aada baa uu u fara badnaanaya cibaad allah waa in aada iyo aada aynu u digtoonaano oo qofku uu eego hadalkiisa waxa ka dhalanaya oo uu u fiirsado oo uu miisaamo waayo hadalku ummado badan buu gaadhayaa ummadihii uu gaadhayay iyo dadkii uu gaadhayayna siyaabo badan bay u turjumayaan haddii uu hadal xun noqdana dhinacyo badan baa loo jeedaya waxaynu leenahay innagoo arrinkaa waxa weeyaan sida diintu ay tilmaantay ka marayna qof kastaba waxaad ogaataa iib muslim daadintiisu inay halis tahay horena waa loo soo daadiyey markaa dhibaato un baa laga dheefay inta faraha badan waxaa loo baahan yahay markaa arrinka in la dejiyo oo dowlad iyo mucaaradba arrinka in la dejiyo laguna dhammeeyo waxa weeyaan wadahadal ummaddana sulxiga iyo heshiiska lagu dayo dabadeedna mashaakisha iyo dhibaatooyinka laga fogaayo ilaahay tabaaraka watacaala baynu taayadaa weydiisanaynaa baaraka allahu li walakum fi lqur'aan alcaiim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله
الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تبارك وتعالى. معاشر أهل الإيمان، إلهي القرآن الكريم كآه وحمثل يتصالين وغسوقاتي مجالو أهل كيدو وصدا أها. وضرب الله مثلا كلمة أو مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله سبحانه وتعالى وحاو مثل يتصاله ويالي وأكدغي قرية يمجالو dadka degan ay ku noolaayeen amaan ehelkeeduna ay xasil noolaayeen xagga quruurta arzaaqda iyo masruufka iyo dhaqaalaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo gelinayeena jiha kastaba uu uga keenayay isagoo waasica oo fidsan dabadeedna ilaahay nicankiisii dafiray oo maxay ku dafireen halkii shukriga ay ilaahay uga shukri lahaayeen ayay markaa ilaahay nicankiisii yaraysteen halkii ay daacada la iman lahaayeen bay macsiyo ku bedeleen halkii ay ilaahay adeeci lahaayeen bay mukhaalafa ku bedeleen dabadeedna ilaahay subxaanahu wa tacaala faadaaqaha allahu libaasa aljuuc markaasaa ilaahay wuxuu dhadhansiiyey kuma taagsanaya khalqigiisa in yar buu ka dareensiinayaaye arrin kastoo adagoo ku timaadaana waxay sameeyeen dhibicna ka noqon mayso waxaa alle uu dhadhansiiyey hubii gaajada iyo hubii cabsida sababtuna waa maxay bima kaanuu yasnacuun waa wixii ay sameeyeena foosha xumaa baa ilaahay subxaanahu wa tacaala taa iyadaa uu dhadhansiiyey waxaynu leenahay magaalo kasta iyo dhul kasta iyo waddan kasta oo ilaahay nicamkiisa garan waaya hubaan waxa ah in ilaahay matalka iyo tusaalahaas uu ka dhigay waxaa loo baahan yahay markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nicamkiisa inaynan dafirin inaynaan ilaahay subxaanahu wa tacaala cisyaan iyo markaa waxa weyaan caasiitaan aynaan ugu bedelin in aynu ogaano waxa weeyaan waxa wax walba uu ku hagaagayo ee ummaddu ay ku soconayso inay tahay in amniga iyo ammaanka la ilaaliyo waa hubaal dadkii awowyadeen ahaa iyo beledkan dadkii aada iyo aada runtii uga geystay talooyinka wax ku oolka ah inay arrinka qaboojin jireen oo si degan ay ku wadi jireen waxaa loo baahan yahay markaa inta shaydaanka la yska naaro in ummadda waxa weeyaan ammaankeeda la dhowro oo waxa weeyaan aan la is-arkine hoos loo eego danta guud laga horreysiiyo danta gaarka ah waxaa in badan hubaal ah in ay wax u kharibmaan qofku danta gaarka ah markuu eego ee ummadda danta ka wada dhexaysa oo dhan uu eegi waayo wax badan ayaa waxay ku kharibmaan degdega markaa waa inaan la degdegin wixii shalay la soo maray waa la ogyahay waxa shalay un ahayd iyadoo hargeysa in badan oo ka midii ay hawanaysay oo laga maqnaa oo xataa masaajidda qaarkood markaad sidaa u eegto aad is odhanaysay talow mar labaad dibma loogu tukan doonaa haddana waxa ka dambaysay iyadoo caddaan iyo madowba iyo markaa casaanba la ysugu yimi midabadii bini aadamka oo ammaan lagu dhex marayo waa intaa dib iyada a loo eego ummaddana dee cid goonihii ma leh waxa weeyaan waxalla wixii tacab iyo halgan iyo maskax iyo fikir ummaddu ay soo bixisay ummadda way ka wada dhexaysaa in qof waliba wixii uu hagaajiyey aanu dib u khaliibin weeyi in cid waliba ay arrimaha guud hoos u eegto weeyi in dulqaadka la muujiyo weeyaan inaan ummadda la barakicinin oon dib loo geysanin weeyi in qof walba uu markaa dib isugu noqdo weeyaan innaga oo waxaasoo dhan iyo waxaasoo dhiba la soo maray haddana ma aha in saacad keliya lagu burburiyo oo la sal fududaado ilaahay waa inaynu dhammaanteen ka wada baqno
قف البئر إذا ورنا ين إلهي وكجع صندب إيرا وحلا وحي أمد الذي يخلاف بين ين وإن لقد أرصد أمد نوى إلى سلوي إلهي تبارك وتعالى بين ويدسينا إن قلب يدينا خير كي وناجا وكجمعي وككل ميو كوي خير كي وناجا ككل منا إلهي إن قدقو دم يدين يدم يدي والدين تنبع الله دافو إلهي عرك عرك إن أمد الخير تبع الله إن قصيو إلهي سبحانه وتعالى إن صور بيو